مش عملت الراجل ده بلوك، هو بيرجع ليه؟ بيقولوا البلوكات بتأذي القناة، بس المثال ده لازم تعمل له بلوك باش نعاونه ناس باقيين. مانيش نحكي على الستاف والإدارة، هما زادة ناس باقيين، مانيش نخمم في التوانسة والجمهور النادي والملايين اللي يعيشوا من أجل النادي. كانت عندي فرصة وقال لك ان انا عندي فرصه ان انا اساعد النادي ده واخلي الامور تبقى افضل، ان انا اساعد النادي يخرج من المشاكل الماديه اللي هو فيها. قال لك النادي عليه مشاكل وكان هياخد قروض كتير. بيقولوا الاتصال الاول ليه كان مع هيكل الدخيل ولا حموده بن عمار؟ كان مع هيكل، ما كانش اتصال رسمي.